عليكم. اليوم نعرفكم بمول يقع في مدينة قسنطينة، واللي تم افتتاحه هذه مدة حوالي 10 سنوات يعني. والملفت أنه المول هذا درت عليه فيديو هذه 3 سنوات يعني من قبل، لكن اليوم فيه ديكور جديد، يعني المول هذا تغير كليا، رغم الحجم تاعو اللي يعتبر متوسط، ماهوش مول كبير، لكن الديكور الداخلي والله عالمي، حاجة بالطوب طوب تاع الطوب، يعني من ناحية يعني الديكور والخدمات المتوفرة في هذا المول نتاع لما يسمى كوبول شوبينغ سنتر. شي رهيب رائع. إذن ومزيد إن شاء الله على بالنا بلي قسنطينة عندها عدة مولات متوسطة الحجم، لكن تفتقر إلى مول كبير كوهران والجزائر العاصمة والصيف، لكن نعلم أنه فيه زوج مولات من أكبر المولات في إفريقيا، كريستال مول وسيتي مول، اللي راهم قيد الإنشاء وطالت الأشغال، هذه عندت يعني أكثر من 5 أو 6 سنوات يعني منذ انطلقت الأشهر بهذا الزوج مولات الكبار هادو، ما زالهم ما عندناش معلومات عليهم باش نوفيكم بآخر يعني آخر التطورات على الأشغال تاع هذه الزوج مولات. إن شاء الله نديروا بحوث، ولا إلا قدرنا نروحوا لقسنطينة نحوسوا على هذه المولات الزوج، ونوفيكم بآخر تطورات بما يخص الأشغال في هذه الزوج مولات. وأنا نمد نداء إلى المسؤولين في هذه الزوج مولات، يعني يرسلوني يعطوني صور ولا فيديوهات للقناة، إن شاء الله يسمعوا للنداء تاعي، لأن ماذا بينا احنا نمد المعلومة، وإن شاء الله المشاريع هذه تكون متوفرة في ولايات أخرى. أترككم تتابعون الفيديو إلى نهايته، والسلام عليكم.